السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة مع قرب انطلاق موعد انتخابات مجالس المحافظات. باعتبار باقي لها أقل من 45 يوم بدأت التحالفات والكتل المشاركة بالإعلان عن برامجها الانتخابية ومتبنياتها، وهذا الموضوع إلى مدة محددة بالتأكيد من قبل المفوضية العليا للانتخابات من بداية الشهر الحالي إلى يوم 15-12 تقريباً. واحد من أهم التحالفات المشاركة هو تحالف أبشر يا عراق. أنا أقول من أهم عطفاً على خطاب يوم أمس من الناصرية لرئيس تحالف أبشر يا عراق سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي، ذكر العديد من الملفات والنقاط الهامة بما يخص عمل مجالس المحافظات وكيفية عمل أعضاء المجالس والمطلوب اليوم من أعضاء التحالف، وبالتأكيد كل هذه الأمور راح نناقشها ونبحثها مع ضيوفنا الأكارم، كل من الأستاذ نزار السلطان المرشح عن تحالف أبشر يا عراق في محافظة بغداد، كذلك الدكتور علي الدفاعي المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وأيضا ينضم لنا عبر سكايب الدكتور محمد إدريس الحسناوي مرشح تحالف أبشر يا عراق عن محافظة ذيكار. نرحب بكم ضيوفنا الأكارم. أبدي وياك أستاذ نزار، بداية خلينا نسأل ليش من ذيكار للناصرية والانطلاق وإعلان التحالف تحالف أبشر يا عراق من هذه المحافظة بالتحديد؟ شكرا لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك. حقيقة لعل الناصرية تشكل اليوم المحافظة التي تعرضت إلى حيف كبير ومظلومية كبيرة بسبب الظروف الخدمية يعني المأساوية اللي للأسف مرت بها هذه المحافظة، وبالنتيجة اليوم تستحق هذه المحافظة أن تنطلق منها بشارة خير لأهلها وناسها بنخبة من أهلها رشحوا من خلال تحالف أبشر يا عراق. وأنا أعتقد اليوم تصحيح المسار في العمل الخدمي في إشارة إلى انطلاقة من أهم محافظة قد تكون الأكثر ضررا في مجال تقديم الخدمات، واللي كما أشار إليها سماحة الشيخ بسبب يعني بعض المعوقات ولعله بعضها تكون سياسية أدت إلى يعني إخفاق كبير في منظومة الحكومات المحلية أو بعض الحكومات المحلية في المرحلة السابقة. نعمل إن شاء الله جاهدين في هذه المرحلة على يعني تذليل العقبات اللي واجهت هذه المنظومة وهذه المؤسسة الحيوية المعنية بشكل كامل في ملف الخدمات في المحافظات، وهذا هو شعار الأول لتحالف أبشر يا عراق. راح أرجع لك أستاذ نزار بما يخص عمل المجالس، باعتبار أنت صاحب تجربة اليوم بعمل مجالس المحافظات، لكن انتقل لي الدكتور علي الدفاعي، أبشر يا عراق، شلون نفسر هذا الشعار اليوم، أهدافه متبنياته بالنسبة للوضع الحالي بالبلد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم للضيوف الأكارم وشكرا على هذه الفرصة والاستضافة. حياك الله. في الحقيقة أبشر يا عراق يعني تحالف انتخابي نبع من داخل الواقع العراقي بتنوعاته، ذهبنا إلى العشائر العراقية الأصيلة، إلى مجتمعنا العراقي الأبي بتنوعه من جامعات، من قطاعات متنوعة، من شباب، من شرائح، من نساء، كل هذه كانت حاضرة في أبشر يا عراق. في الحقيقة قبل أن نتحدث عن هذا التحالف من المهم أن نقول ونؤكد أن مجالس المحافظات هي جهاز تشريعي ورقابي دستوري مهم، يجب أن نعمل جميعا على أن يكون ناجحا، لأن بنجاح مجالس المحافظات تنجح الحكومة الاتحادية في تنفيذ مشاريعها، في توفير فرص العمل، في تقديم الخدمات للمحافظات، وكذلك أبناء المحافظة أنفسهم من حيث مبدأ اللامركزية الإدارية، فإن أبناء المحافظة من خلال اختيارهم لمرشحيهم الذين سيتصدون لتمثيلهم في مجالس المحافظات، هم قريبون من عندهم، من مضايفهم في العشائر، من مناطقهم في الأقضية، في القرى، في الأرياف، سيكونون مفاتيح الحل، أدواتهم لتوفير كل ما يحتاجونه ويلبون مطالب المحافظات وأبناء تلك المحافظات. اليوم نشوفها أهم من الانتخابات البرلمانية، انتخابات مجالس المحافظات؟ هذه كلها
أجهزة تشريعية رقابية يكمل بعضها البعض. نعم. النقطة الأساس والمشتركة فيها أنها دستورية. ومن حيث أنها دستورية لا يمكن إلغاؤها بجرة قلم. نعم نشخص جميعا أن هناك ثغرات، أن هناك نقاط ضعف، أن هناك تلكؤ، أن تجربة قامت على كثير من الابتزاز والمساومات وتقديم الوجاهات والمصلحة الضيقة والحزبية، هذه المسألة لا يمكن أن تستمر. لذلك نحن في الحقيقة في إبشر يا عراق عندما ذهبنا إلى الناصرية واخترنا هذه المحافظة الكريمة بدقة لكي نقول أن إرادة الشعب العراقي التي تريد التغيير والتي تريد تصحيح المسار سيكون من خلال هذا المسار. أولاً اعتماد المسار الدستوري في الذهاب إلى الانتخابات، ثانياً اختيار الشخص الذي نعرفه بسمعته، بكفاءته، بنزاهته، بحضوره بين الناس واستماعه إلى مشاكلهم، بطرحه للرؤية. لذلك نحن في إبشر يا عراق قلنا نحن لا نملك شعاراً، نحن نملك رؤية وبرنامج عمل، وقد اخترنا شخصيات نعتقد أنها شخصيات كفوءة صاحبة خبرة وتجربة حاضرة في الميدان، محل تقدير واحترام من قبل عشائرهم، مضايفهم، مناطقهم، أقضيتهم، لكل هذه نعتقد واحدة من هذه واحدة من هذه الشخصيات الدكتور محمد إدريس الحسناوي من محافظة الناصرية. نجدد الترحاب بك، وأنا أسألك دكتور محمد، اليوم متبنيات أبشر يا عراق وأهدافه تنسجم مع متبنيات أبناء المحافظة باعتبارك أنت اليوم من أبناء المحافظة وتعرف شنو تحتاج الناصرية، شنو اللي يريده ابن الناصرية اليوم من الجهات المعنية سواء من مجالس المحافظات، من مجلس النواب، من الوزارات والدوائر الخدمية الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة من لك أخي العزيز ولضيفيك الكريمين. حياك. أهلا حياك الله. ابتداء فقط تصحيح اللقب وليس الحسناوي، الحسيناوي. رجوعا إلى سؤالك أخي العزيز. أبشر يا عراق مصطلح وكلمة ولفظة لها معاني متعددة، ولكن في هذه الأجواء وفي هذه الظروف عين الصواب وعين المنطق أن ينطلق هكذا اسم لهكذا قائمة. العراق مر بظروف قاسية، العراق مر بظروف صعبة للغاية، وعلى وجه الخصوص رقاب، وعلى وجه الخصوص رقاب، فقد نالت ما نالت من الحيف والظلم. فلذلك مصطلح أو انطلاق لفظ أبشر يا عراق يعني هذا أن العراق مر بويلات، ولا بد أن يتغير المسار، لا بد أن يتغير نحو الأفضل ونحو الأحسن. بالأمس كنا في منطقة تشبايش، هذه المدينة السياحية الأثرية التي صنفت مؤخرا ضمن التصنيف العالي السياحي. كان اللقاء مثمر للغاية، وكان اللقاء فيه كثير من الأبعاد. اختيرت تشباش أن تكون منطلق لقائمة أبشر يا عراق باعتبار هذه المدينة ضحت بكثير من الدماء، كانت منطلقا لثورات ضد النظام البائد، فلذلك اختير هذا المكان أن يكون منطلق لهذه القائمة. وقبل أيام كنت كان لي لقاء مع سماحة الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور، قال لي أن ذي قار يجب أن تنطلق هذه القائمة منها لاختبارات معينة هو يراها ويراها الجميع. ذي قار لابد أن تكون ذات ميزة معينة، ذي قار وضع استثنائي، ذي قار محافظة استثنائية. طيب خلينا ننتقل لكلمة سماحة الشيخ همام حمودي رئيس تحالف أبشر يا عراق اللي البارحة أعلنها وأطلقها من الناصرية، وبعدها لنعود ويا ضيوفنا. لماذا اخترنا نصب الشهيد أن يكون منطلق لهذه الحملة لكل العراق؟ ماذا يوجد في ذي قار حتى نختار ذي قار أن تكون هي منطلق هذه الحملة لمشروع جديد بعنوان جديد بروحية جديدة وبرؤية جديدة؟ ماذا يوجد في ذي قار الذي يجعلنا نختارها نعم
استاذ نزار، اليوم التحالف ابشر يا عراق، اذا اريد نركز على اهم مكونات هذا التحالف، الموجودين بهذا التحالف، المرشحين والمشاركين باسم يا ابشر يا عراق. يعني مؤكد اليوم تحالف ابشر يا عراق مثل ما اشار الدكتور علي على دكتور على هذا الموضوع انه يعني شمل كل الالوان الطيف العراقي، والى حد كبير هو تحالف مدني بعيدا عن الاجواء الاخرى، وبالنتيجه انا اعتقد بتاريخ المجلس الاعلى وبشخوصه وبثباته على مبادئه والتفاف هذا اللون من المرشحين بشخصياتهم الكريمة من العشائر والأكاديميين والطوائف، أنا أعتقد شكل يعني حلقة تتميز تميزا نوعيا عن باقي، مع احترامنا لكل التحالفات، عن باقي التحالفات. وأنا أعتقد بهذا الشعار وبهذا اللون وبهذا التحالف هناك فرصة كبيرة لالتفاف جماهيري حول هذه القائمة وهذا التحالف ليأخذ دوره في مسيرة الإصلاح في أهم مؤسسة خدمية بالعراق، المؤسسة المجالس المحلية، وعلى رأسها مجلس المحافظة اللي يعني أنا أعتقد مسؤوليتها لا تقل أهمية عن مسؤولية البرلمان، وفي يعني تقديم الخدمة وتبني ملفات أساسية وحيوية تخص حياة المواطن، وخاصة في المحافظات الأكثر حرمانا ومنها الناصرية. نعم دكتور علي، اليوم تشوف الأرضية مناسبة لتحقيق مثل هذه الأهداف والمتبنيات، مرة معالجات، مرة توفير خدمات، مرة تشخيص الأخطاء السابقة اللي صارت بمجالس المحافظات، مثل ما نعرف احنا اخر انتخابات لمجالس المحافظات عام 2013، فبالتالي هذه التجربه بانتخابات مجالس المحافظات مرت قرابه العشر سنوات عليها، اليوم تشوف الارضيه مناسبه لتحقيق هذه الانتخابات وتحقيق اهدافها؟ نعم، في الحقيقه ما لمسناه وتابعناه من السنه الاولى لحكومه السيد السوداني، وهي سنه يعني أحاط بها نوع من الاستقرار النسبي، الكل شاهد أن لهذه الحكومة جدية، حضور، متابعة دقيقة في مختلف يعني المجالات التي تهم وتمس أولويات المواطن، في القطاع الصحي، في قطاع الرعاية الاجتماعية، في قضية الخدمات، يعني هناك نوع من الجدية ومؤشر واضح في التفاعل، في الذهاب إلى المواضيع الحساسة التي تمس المواطن، وأن يكون هناك إنجاز لهذه الحكومة. سنة واحدة من الاستقرار لاحظنا أن هناك جدية، رفع من مستوى الثقة عند المواطن العراقي، جعل أفق التفاؤل أيضا يصعد في أنه بالإمكان أن نذهب إلى أن تكون هناك برامج حقيقية وليست مشاريع متلكئة وليست شعارات. لذلك في الحقيقة هذه السنة لحكومة السيد السوداني كانت نموذج طيب، وكانت يعني كنافذة أمل في أنه نستطيع اليوم أن نبدأ عهد جديد في عمل جاد، وأن نذهب إلى برامج عمل، وأن ننطلق من رؤية لا من شعارات. شنو راح تضيف مجالس المحافظات لكل هذا العمل والأداء والاستقرار اللي وصفته خلال السنة الأولى من حكومة السوداني؟ إذا ما لاحظنا وأكدنا على أن هناك ثغرات ونقاط ضعف في مجالس المحافظات السابقة يجب معالجتها، كيف نعالج مجالس المحافظات؟ حقيقة هذا سؤال مهم، ولعله الجواب عليه يسير، ولكن العلاج كيف يكون؟ نعم هناك فساد وهناك فشل في الإدارة في مجالس المحافظات، يجب أن يكون أولا هناك تصميم وإصرار على أن لا يكون للفاسد والفاشل في إدارة مجالس المحافظات مكان ومقعد في هذه المسألة. كيف نذهب إلى هذا العلاج؟ أولا من خلال اختيار الشخص المناسب وكل الأشخاص. نحن اليوم في تحالف ابشر يا عراق، في الحقيقة عندما اخترنا شخصيات هذا التحالف ذهبنا إلى تلك المناطق، إلى الأقضية، إلى الأرياف، إلى العشائر، لم نختر شخصية إلا وكانت محل سمعة طيبة، أو كانت لها سيرة عملية في مجال عملها، أو حضور اجتماعي ومقبولية اجتماعية، كل المواصفات تؤهلهم بما معناه أن يتصدوا لتمثيل أبناء محافظة الناصرية في هذا التحالف.
في الحقيقة هناك مسألة تجعلنا نعتقد أن هذا التحالف تحالف أبشر يا عراق سيقدم الحل وسيقدم الطمأنينة بنسبة عالية لأبناء الشعب العراقي. إذا ما شخصنا ولاحظنا أن مشكلة حقيقية لاحظها كل أبناء الشعب العراقي أن مسألة الحزبية كانت هي الأولوية في يعني مسار كثير من تصدي السياسيين الأحزاب، كانت هي لها الأولوية في قضية المناصب المشاريع قيادة المحافظات ومؤسساتها الخدمية. لذلك في تحالف أبشر يا عراق لم نجعل هذا التحالف تحالفا حزبيا، هو تحالف شعبي بامتياز، بمعنى أننا ذهبنا إلى العشائر، إلى المجتمع العراقي، إلى الأقضية، إلى الأرياف، واستنبطنا واستخرجنا من خلال أبناء تلك المحافظة من له السمعة والكفاءة والخبرة المناسبة للتصدي لهذه المسؤولية. لذلك في تحالف أبشر يا عراق تجد في تحالف أبشر يا عراق ستجد ممثلي العشائر، كما ستجد الجامعيين والأكاديميين، كما ستجد شريحة النساء والشباب، وكذلك ستجد من أبناء أخوتنا أبناء السنة والمكون المسيحي كذلك. هو تحالف عراقي وطني نابع من هذه الأرض. جيد دكتور محمد، كونك المرشح في محافظة الناصرية، اليوم شنو اللي تحتاجه هذه المحافظة؟ شنو اللي تسعى أن تحققه من خلال تواجدك بمجالس المحافظات لأهلك وناسك بهذه المحافظة؟ محافظة ذيقار بحاجة إلى الكثير. مجالس المحافظات السابقة لا نريد أن نغير من بعض الإنجازات أبداً، ولكن نحاول أن نضيف ذقار نظرا للظروف التي مرت بها، نظرا للمعاناة، نظرا للوضع الاستثنائي، لابد أن نقدم لها الكثير الكثير. صرفت أموال طائلة لمحافظة ذقار، ولكن للأسف الشديد الموجود حاليا على أرض الواقع الشيء القليل. فذقار بحاجة إلى الكثير، ومجلس المحافظة القادم بإذن الله تعالى سوف يعطي أولوية لهذه المدينة باعتبار نابع من صميمها ومن أبنائها. عندك تجارب سابقة دكتور محمد بما يخص العمل الخدمي والعمراني؟ نعم. عندك تجارب سابقة بما يخص العمل الخدمي والعمراني؟ نعم. بالتالي تقدر من خلال تواجدك بمجلس المحافظة أن تقدم وتطور؟ بالتأكيد كان لدي تشخيص كثير من السلبيات وإشارة إلى كثير من الإيجابيات، فالأمور مشخصة وقادرين على حلها بإذن الله تعالى. جيد. قادرين على الإضافة إن شاء الله. أستاذ نزار، إذا رجعنا لتجربتك السابقة من خلال العمل بمجالس المحافظات، وين اليوم النقاط اللي تشوف تحتاج إلى معالجة وممكن معالجتها خلال المجلس القادم؟ خصنا أبرز الاختناقات ما يخص بغداد، ما يخص حكومات المحلية بشكل عام. ما يخص الحكومات المحلية بشكل عام، هناك إخفاق سياسية على المستوى الاتحادي في استكمال كل متطلبات نجاح هذه المؤسسة، وهذا مثبت ومشخص في قانون 21. احنا اشتغلنا لمدة سنتين متواصلتين، وأنا كنت عضو في لجنة نقل الوظائف ضمن 5 محافظات مثلنا المؤسسات المحلية، واشتغلنا من 2013 إلى 2015، نقلنا مئات الوظائف لأهم الوزارات الخدمية، وتوقفنا عند المادة 44 للأسف اللي تتعلق بوظائف وزارة المالية اللي تم المصادقة عليها بحدود 120 وظيفة محلية بامتياز، وصادقت عليها حتى وزارة المالية بأعلى مستوى. للأسف الشديد أخوتنا في البرلمان والقوى الماسكة للسلطة الاتحادية تعاملت مع الموضوع بازدواجية، ويبدو هناك محاولة للهيمنة على القرار المحلي، وفعلا أدت عملية التعامل مع هذه المفردة القانونية إلى تعطيل عمل مئات الوظائف بشكل مرن بالمحافظات. تعرفون مادة 44 معناته أموال المحافظات المحلية لا تدور ضمن وزارة المالية أو الموازنات الاتحادية، وإنما تدخل مباشرة إلى صندوق أو خزينة المحافظة، وبنتيجة تحقق مرونة عالية وشفافية عالية في صرف الأموال للمشاريع، ولربما تحقق اكتفاء ذاتي لكثير من المحافظات. هذه القصة
للأسف الشديد القوى الحاكمة والماسكة لا تزال تتعامل معها بديكتاتورية مقيتة، وهذا ما شخصنا. شنو معالجاتكم إلها؟ معالجاتنا إلها أنه يعني عملية نقل أو عملية تعديل، الحقيقة تعديل قانون إدارة المال العام اللي يحكم وزارة المالية هو هذا المعضلة الكبيرة، واللي إحنا قدمنا مقترحات كثيرة لتعديله بما ينسجم مع المباني الدستورية والقانون 21. هذا يراد لمراجعة مرة أخرى وتعديل يسمح لانتقال هذه الوظائف إلى المحافظات. ما يخص تشخيصنا لبغداد في برنامجنا الانتخابي، بغداد بها مشاكل تختلف عن باقي المحافظات، وأيضا هناك سلوك مركزي مقيت للأسف الشديد هيمن على إدارة بغداد نتيجة ربط أهم مؤسسة خدمية بمكتب رئيس الوزراء لأسباب سياسية بحتة، وبنتيجة أمانة العاصمة اليوم عضو مجلس محافظة بغداد، تعرفون بغداد بها ثلثين يعني ثلثين ممثلي بغداد في مجلس المحافظة هم أبناء العاصمة ولا يمتلكون الصلاحية المطلقة والقانونية على هذه المؤسسة، مؤسسة أمانة العاصمة. وبالنتيجة هذا خلل قانوني ودستوري يتحمل مسؤولية رئاسة الوزراء واللجنة التنسيقية العليا في رئاسة الوزراء والبرلمان أيضا. وإحنا اليوم بصدد في ورقة الإصلاح مالتنا اللي راح نتمناها بالمرحلة القادمة أهم موضوع عندنا ثلاث حقيقة ثلاث محاور راح أرجع لك بالتفاصيل أستاذ نزار. دكتور علي، مثل ما ذكر أستاذ نزار تحديات مو هينة، تحديات كبيرة، أكو عندنا تحديات قانونية، تحديات بالجانب الخدمي. أبشر يا عراق قادر يحقق هذه التحديات والطموح بالنسبة للمشارك للانتخابات، بالنسبة للمواطن اللي يأمل خير بمجالس المحافظات وأن تحقق له ما حققته مجالس النواب وغيرها من الوزارات والهيئات المعنية؟ في الحقيقة مع أننا يعني نقولها بثقة أننا انتخبنا مرشحين لمجالس المحافظات بعناية وذهبنا إلى المعايير الصحيحة لكي يكون هؤلاء يعني ناجحين في تصديهم لهذه المسؤولية، مع ثقتنا بهذا الاختيار للأخوة والأخوات المرشحين في بغداد وباقي المحافظات، إلا أننا ثبتنا ضمانة وكنا صريحين مع أخوتنا وأبناء الأعزاء في ذي قار في حديثنا معهم. الضمانة نحن نثق بأن المرشحين هم مستعدون وذو كفاءة وسمعة طيبة وخبرة وأهلية وجدية في هذا العمل، ولكن الضمانة أن نتعهد نحن كتحالف أبشر يا عراق بأن نتابع هؤلاء المرشحين في حال فوزهم بأن يذهبوا إلى الرؤية والبرنامج العملي الذي يوفر أولويات المحافظة ويقدم الخدمة لأبناء المحافظة. سنتابعهم في هذه المسألة، ومتابعتنا لن تكتمل إلا بوجود أبناء المحافظة نفسهم معنا في هذا الميدان، بمعنى أن من يعطي صوته اليوم إلى مرشحة لكي يكون ممثل عنه في مجلس المحافظة يجب أن يستمر في تواصله معه، يكون حاضرا في أن يطالبه بتحقيق البرنامج ويتابعه بمطالبه، ولا يترك فاصلة بينه وبين الفائز في مجلس المحافظة. نحن في تحالف أبشر يا عراق سنحقق ونؤكد هذا الضمان بأن لا ندع المرشح الفائز في حاله في مجلس المحافظة دون متابعة ومحاسبة. نعم نحن نثق بأنهم جادون حريصون في هذه المسألة، لكنها بالنتيجة أمانة. ثقة أبناء الشعب العراقي، ثقة المحافظات أولوية قصوى. من يعطينا ثقته سنكون أمناء على حفظ هذه الثقة بمتابعة ومحاسبة الفائز في مجلس المحافظة. معناها مساعي حقيقية أنه نتجاوز النقطة والإشكال اليوم اللي يعاني من المواطن، أنه لما ينطي صوته لمرشح أو فائز سواء بمجلس النواب أو حتى مجالس المحافظات بهذه الانتخابات ما راح يشوفه وراء الانتخابات ولا راح يسمع عنه خبر، وتبقى مطالبة هي ما تغير منها أي شيء ولا تحقق منها شيء. أنا انتقل لي دكتور محمد، اليوم لما تتواجد بين أهلك وناسك بالناصرية شنو اللي يردوا من عندك؟ شنو اللي يطلبونه من عندك بشكل مباشر ويريدونك أن تحققه من خلال مجالس المحافظات؟ في ضوء تجوالنا الآن ما بين أهلنا وناسنا، حقيقة بعض الناس يطلبون مطالب آنية، وطبعا لهم كل العذر في ذلك، لأنه كان يوعدون
بالفوز بفوز المرشح عندما يوصلوا إلى مقر معين، إلى قبة البرلمان، إلى مجلس المحافظة، يتنصل عن كل مسؤولياته. طبعا هذا الحديث أينما ذهبت كان حديث دائر وهو واقع حال، من قبيل يغلق هاتف، من قبيل لا يتكلم. لذلك هي نقطة مهمة أشار لها دكتور علي كأساس عمل ومتابعة لتحالف أبشر يا عراق. نعم، هذا الموضوع يجب أن غير مسار السابقين حقيقة. يعني الشعب منا وإلينا الذي يوصلنا إلى مجلس المحافظة هم أهلنا وناسنا، فعلينا أن نكون واثقين تمام الثقة من أنفسنا أولا، ومن ثم أن نراعي هذه الطبقة وهذا المجتمع الذي عانى معانا. حقيقة مجلس المحافظة يجب أن يعد برنامج جديد لا كالبرامج السابقة، أقصد مجالس المحافظات السابقة، بوصف المرحلة مرحلة استثنائية. الخطط الخمسية غائبة، الخطط العشرية غائبة، علينا أن نركز على هذه النقطة. كل الحلول الآن حلول آنية، وهذا غير ممكن في هذا، حقيقة غير صحيح. حلول آنية، لا، يجب أن توضع خطط. يعني الآن كممثل أو كالسلك التربوي كأستاذ جامعي وعشرين سنة في التربية، حقيقة مدينة الناصرية أو ذي قار على وجه العموم، بالآونة الأخيرة تم تعيين ما يقرب من 28,000 ما بين معلم ومدرس. حقيقة يعني 28,000 ما بين معلم ومدرس. الآن غياب التخطيط، غياب المشورة، غياب كثير من الأمور أوقعت هذه المؤسسة بإشكالية، هي إشكالية التنسيق. وأنا حقيقة من هذا المكان حملوني أمانة أن أنقلها على الملأ. مسألة التنسيبات الآن، فهناك فوضى إدارية غير طبيعية في مسألة التنسيبات. هاي لو كانت هناك خطط مسبقة، لو كانت هناك رؤية. هي المشكلة دكتور محمد، هي المشكلة مو بس مشكلة كوادر اليوم، مشكلة بنى تحتية، مشكلة منشآت تعليمية. اليوم الناصرية إيش قد محتاجة لبناء مدارس جديدة، لبناء جامعات، لبناء هذه الأماكن اللي يحتاجها اليوم ابن الناصرية. عندكم خطط بهالمجال بما انه حضرتك بالسلك التربوي؟ قليله جدا حقيقه، وهي اوقعت المؤسسه التربويه في اشكال وفي حرج كبير. انا اقصد حتى على مستوى المدارس، على مستوى هذا هناك خلل واضح، وحقيقه المدارس قليله جدا في هذه المحافظه، رغم ان هناك مدارس جاءتنا الان بالوقت الحاضر، مدارس سنيه، ولكن طيب. هذا لا يكفي. تحتاج الناصريه اكثر. استاذ نزار، بما يخص محافظه بغداد، ذكرت لي ثلاث نقاط مهمه تسعون لحلحلتها او اشكالات تسعون لايجاد الحلول المناسبه لها على مستوى محافظه بغداد ضمن برنامجكم، اذا نعرفها اكثر ونعرف تفاصيلها. بغداد يعني مظلوميتها كبيره من الناحيه الاداريه والتصميميه والقانونيه، بسبب وجود جهازين تنفيذيا، هما امانه العاصمه مرتبطه بمكتب رئيس الوزراء، ومحافظة بغداد مرتبطة أو مجلس محافظة بغداد ومحافظة بغداد اللي هم يشكلون الحكومة المحلية. وهذه الازدواجية حقيقة يعني تسببت في هدر كثير من الأموال نتيجة التقاطع السياسي وعدم التنسيق وعدم التكامل في أداء المهام بين المؤسستين. بغداد بها مشكلة حضرية خطرة جدا، نبهنا عليها منذ أكثر من 15 عاما، وأنا أعمل على التصميم الأساسي، ولحد اليوم لم أجد جهة يعني حريصة أو تدرك خطورة هذا الموضوع. منذ عام 2006 انطلق العمل بالمخطط الإنماء الشامل 2030، ولحد اليوم هو مركون في مكتب أو في مجلس الوزراء ولم يصادق عليه. وهذه واحدة من الإشكاليات. مدينة بغداد التصميم الأساسي لها مضى عليه على انتهاء أكثر من 23 عام ولم يتم تحديثه، وبغداد تحكم بقانون مقر سنة 71 مضى عليه 52 عام ولم يتم عليه أي تحديث أو تطوير. والقانون وجد لحماية متطلبات التصميم الأساسي لمدينة بغداد بسنة افتراضية هي 2000، وبنفوس حوالي 6 مليون نسمة. بغداد اليوم نفوسها عبرت 9.5 مليون نسمة، و التشظي الحضري يسير باتجاهات عشوائية. شنو ممكن نضيف للعاصمة هذه المخططات تذكرها حضرتك؟ المخططات يعني بغداد اليوم نشوفها ازدحامات، على ماكو مساحات خضراء حتى اليوم للعوائل للأطفال. احنا شخصيا يعني اختناقات موجودة. نعم، انا شخصيا طرحنا مخططات بغداد، مخطط بغداد الإقليمي 2040
لإنقاذ المخطط الشامل 2030 عام 2018، وتم اعتماده في هيئة المستشارين وشكلت لجنة برئاسة وزير التخطيط، في حينها أنا عضو في هذه اللجنة منذ عام 2018 إلى يومنا هذا لم يدعونا أحد لعقد اجتماع واحد. شوف مدى عدم الجدية وعدم الاكتراث لخطورة هذا المسار. الدراسة الاستشارية الهدف من عندها هو تحديث الإطار القانوني لاستخدامات الأرض بالبعد الإقليمي. أهمية هذا المشروع هو بالدرجة الأساس تفكيك أو تنظيم إعادة هيكلة العشوائيات في مدينة بغداد، وحل مشكلة هذا التزاحم الحضري، وإعادة توزيع الفعاليات الاقتصادية في قلب العاصمة التي تسببت في تكدس كبير. ثلثي سكان مدينة بغداد يسكنون ربع مساحة بغداد في العاصمة، وثلثي أو ثلاثة أرباع المساحة المدينة بغداد يسكنها ثلث أبناء المحافظة. هذا عدم التجانس في التوزيع السكاني أسباب تخطيطية بحتة، وهذا مشخص منذ عام 2006. للأسف الشديد الحكومة المركزية غير مكترثة لما تذهب إليه مدينة بغداد، وبالنتيجة إحنا اليوم هدفنا الأساسي هو إصلاح هذا الموضوع في المرحلة القادمة. واحدة من النقاط المهمة اللي ممكن يصلحها مجالس المحافظات وأعضاء مجالس المحافظات دكتور علي، اليوم أكثر من 16 مليون ناخب حسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات يحق لهم المشاركة. من خلال الوضع الحالي وهذا الاستقرار الأخير اللي تعيشه الحكومة والتمس المواطن من خلال بعض الخدمات المقدمة، نتوقع زيادة بنسب المشاركة بالانتخابات وفق قراءتك وفق طلاعك على الوضع الحالي؟ نعتقد أن النموذج الذي قدمته حكومة السيد السوداني في هذه السنة قد ساعد بنسبة جيدة أن يكون هناك ثقة وعودة للأمل عند المواطن العراقي أنهم بإمكان الحكومة أن تقدم شيء إذا ما توفرت لها الظروف. هذا النموذج وهذه التجربة ممكن أن تنعكس أيضا على مجالس المحافظات. وفي الحقيقة أنا هنا يعني لعله أعود إلى بعض الإشكاليات المشاكل التي تفضل بها الأخ العزيز دكتور محمد من الناصرية، وكذلك الأخ العزيز أستاذ نزار من بغداد، فيما تواجهه المحافظات من بعض الإشكاليات. هنا أذكر بأن مجلس المحافظة التشريعي الرقابي الدستوري هذا ينتخب ويختار محافظ ليكون موظف تنفيذي، يضع خطة عمل، خطة خدمة، ويذهب لتنفيذها، ومن خلفه مسطرة مجلس المحافظة ورقابته. هنا تتكامل الأدوار ونذهب إلى أهداف ملموسة وثمار يلمسها المواطن الكريم في أي محافظة من محافظاتنا. حتى وإن كان هناك تقاطع أو مشاكل بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية، فإن المرجع في كل ذلك هو مجلس النواب العراقي، باعتبار أن مجلس النواب هو صاحب الرقابة على مجالس المحافظات. هذا الجهاز التشريعي الرقابي الإداري كله في الحقيقة هو جهاز دستوري متكامل من حيث الرؤية والأداء، ولكن علينا أن نؤسس له تأسيس صحيح عمليا كما قلنا في قضية حسن الاختيار والمشاركة الفاعلة. وباعتبار سألت عن قضية التفاعل المواطنين في الذهاب للانتخابات في هذه المسألة، يعني مع كوننا يعني نعتقد بأن التجربة القصيرة لحكومة السيد السوداني تجعل هناك نوع من الثقة، وأن تدفع بالناس وبالمواطنين إلى أن يذهبوا ويعني يدعموا هذه الثقة التجربة لنجاحها. نؤكد أن سماحة السيد السيستاني حفظه الله وأطال الله في عمره دائما يذكر ويؤكد بأن الشعب العراقي يجب أن يعرف كيف ينال حقوقه، والأساس في نيل الحقوق هو الذهاب إلى صناديق الانتخاب، هو في اختيار الذي يمثلنا ويكون أمينا على مصالحنا وأولوياتنا والخدمات التي تطلبها محافظاتنا. لذلك في الحقيقة يعني كدافع شرعي، كدافع وطني، كواعز لكي نذهب إلى تصحيح المسار. ولذلك قال سماحة الشيخ إمام حمودي في كلمته في ذي قار أن واجبنا، أن هدفنا هو تصحيح مسار مجالس المحافظات، ونرفض ولن نقبل أن تتلكأ أو أن يعني يحاول المثبطون أن يوقفوا عجلة تغيير المسار نحو الأحسن لما فيه مصلحة محافظاتنا الكريمة. دكتور محمد، هذا الوضع اليوم موجود بالناصرية، أكو اليوم اندفاع من أهالي الناصرية للمشاركة بهذه الانتخابات، وأكو رغبة للمشاركة خلينا نقول من خلال لقاءاتكم وتواجدكم معهم بالمجالس الخاصة والعامة.
نعم، هذا التفاعل موجود بين أهالي ذي قار حقيقة، أنقلها بأمانة، التفاعل موجود، ولكن هناك مشكلة صغيرة أنا أحب أطرحها في هذا اللقاء. نعم. لو تعطي المفوضية قليلا من الوقت ولو ليومين أو ثلاث لغرض التحديث، هناك الكثير من الناس لم تحدث. كما هو معروف الفترة التي أعطتها المفوضية صادفت زيارة الأربعين والناس منشغلة بالمواكب وغيرها. زين، مهم نقطة مهمة من المفوضية. نقطة مهمة، وإحنا بدورنا نوجه الدعوة للمفوضية لإتاحة الوقت أكثر حتى تتمكن بالتالي الجماهير والراغبين بالمشاركة من تحديث بطاقاتهم. نعم، لأنه الكثير من الناس لم تحدث بطاقاتها، وهذا يفترض من المفوضية أن تعطيه اهتماما كبيرا. نعم. واقعا الناس بحاجة، يعني ألمس هذا الشيء، التغيير ألمسه في ضوء لقاءاتي بالناس. يبون التغيير ويطلبون الاختيار الصحيح ويطلبون الاختيار الأمثل. نعم. وهناك نصائح قدمناها إلى الناس لأهلنا في ذي قار، أن يختاروا دائما في حديث معهم، أن يختاروا الشخصية المثلى في هذا المكان، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أن نتنصل قليلا ونخرج من ضائقة الحزبية والفئوية والعشائرية والطائفية. نعم. أن نختار الشخص مهما كان انتماءه، مهما كانت عشيرته، مهما كان طائفته، أن نضعه في المكان المناسب، ودائما ما يكون حديث بهذا الصدد. جيد، فبالتالي أهل الناصرية اليوم ينتظرون هذه الانتخابات حتى يحققون هذا التغيير المنشود. أستاذ نزار، الوضع ببغداد اليوم شنو تشوفه أنت؟ يعني شلون تقيم جماهيريا توجه الناس اتجاه الانتخابات واتجاه المشاركة بالانتخابات وبالتحديد انتخابات مجالس المحافظات؟ يعني مؤكد البوصلة اللي تركناها 2021 اللي تشير إلى يعني تراجع في نسبة المشاركة، أعتقد بحراكنا وبتحركنا على جمهورنا والجمهور العازف على الانتخابات صار تحريك للماء الراكد، وبدت القضية في تفاعل تصاعدي لمسناه بالأيام الأخيرة من قبل شرائح مجتمعية. ونأمل حقيقة في بغداد، تعرفون يعني بها حوالي 2,700,000 ناخب محدث من أصل 6 مليون، وهذا أيضا إخفاق تتحملها المفوضية والحكومة الاتحادية، لأن أنا أعتقد أكو فد شيء يعني غريب عجيب من الحكومة المركزية على مر السنوات وتعاقب الحكومات، أنه هالتعقيدات هذه الإضافية على المواطن. المواطن بطبيعة الحال اليوم يشعر بإحباط، وتريد اليوم يروح يلزم ساعتين سرع حتى يحدث بطاقته، وكان من الأجدر أنه نعتمد البطاقة الوطنية وندخل معلومات الناخب فيها ونخلص من هذه القصة. وأحيانا تلقى مواطن في آخر لحظة يشعر بالغيرة، يشعر بالحرص، يشعر بأهمية صوته، ويندفع إلى صندوق الاقتراع حتى يقترع، وإذا ببطاقته لا تسمح له بأن يدلي بصوته. هذه تتحمل مسؤوليتها المفوضية، وخلتنا في مساحة يعني محددة من الحركة اللي يشكل تقريبا أقل من 50% من عدد أصوات الناخبين لبغداد، وبالنتيجة هذا الرقم أيضا مو كله يعني راح يتحرك. وهذه رغم كل هذه المعوقات احنا نشوف اليوم في بغداد حركة المرشحين وحركة يعني كادر ومرشحي ابشر يا عراق بشكل خاص، دا نشوف اكو ايجابيه واكو تفاعل، وان شاء الله نتلمس خيرا في المساهمه اللي لها اثر كبير في تصحيح مسار العمليه الخدميه في المرحله القادمه لبغداد. جيد دكتور، اليوم ايش قد تقريبا اعداد المرشحين تحالف ابشر يا عراق في محافظه بغداد؟ وين المناطق اللي يركز عليها التحالف ويسعى إلى أنه يقدم خدمات أكثر أو من خلال تواجد مرشحين تحالف أبشر يا عراق؟ في الحقيقة نحن يعني انتشارنا في أبشر يا عراق يعني غطى أغلب محافظات العراق، ولم نترك يعني قضاء أو قرية إلا ونزلنا فيها، تكلمنا مباشرة مع الناس، اخترنا مرشحين من خلال رضا الناس وقبولهم، من خلال السمعة الطيبة، ومن خلال خبرتهم وتجربتهم السابقة، ومن خلال الجدية والطموح الموجود للتغيير وتصحيح المسارات. هذه حقيقة هي كانت أسس في هذه المسألة. المهم في هذه النقطة أخي العزيز
وكما يعبر عنه اسم تحالف ابشر يا عراق، أن الأمل والإيجابية بالعمل الجاد المبني على رؤية وإخلاص لهذه الأرض ولأبناء هذه الأرض هو دافعنا لهذا العمل. التجربة الناجحة التي نلمسها نراها سواء في سلطة قضائية، في سلطة تنفيذية، في سلطة تشريعية، واجبنا وتكليفنا أن نعزز تجارب النجاح. اليوم لدينا تجربة وتركة كلنا نعتقد بأن فيها الكثير من السلبيات في مسألة مجالس المحافظات، ونؤكد أهمية مجالس المحافظات لأنها هي التي تقود وتدير المحافظة لتحقيق طموحات وأحلام وآمال أبناء تلك المحافظة، وهي التي تساعد وتكمل دور الحكومة الاتحادية المركزية في توفير فرص العمل وتنفيذ المشاريع وإلى ما إلى ذلك. لذلك تعزيز التجارب الناجحة واجب وهدف لتحالف إبشر يا عراق. نحن نسعى إلى ترسيخ النجاح ودعم الفائز الناجح والكفو، ومن هنا حقيقة نقولها، ومع أننا نؤكد أن لدينا ثقة بمن اخترناهم في تحالف إبشر يا عراق، إلا أنه من لن يكون منسجم معنا في رؤيتنا في إدارة المحافظات من خلال هذه الأسس، أن يكون صاحب رؤية، صاحب جدية، صاحب حضور مع الناس، يرضي الناس ويلبي مطالبهم، لن يكون له مقعد بيننا. ونؤكد ثقتنا بمرشحينا وهم أهل لذلك، ولكن هذه النصيحة وهذا التوجيه وتكليف في هذه المرحلة الحساسة لكي نكون صادقين مع أبناء شعبنا. نحن قلناها، ليس لدينا شعار، لدينا رؤية عمل، ورؤيتنا هي تصحيح المسار. طيب دكتور محمد، هذه النقاط مسؤولية اليوم على كل مرشح بتحالف أبشر يا عراق، وحتى خطاب سماحة الشيخ يوم أمس اللي انطلق من الناصرية بالعديد من النقاط، هي مسؤولية على كل مرشح اليوم كدكتور محمد كمرشح، كأستاذ نزار، باقي مرشحين تحالف أبشر يا عراق، وضعتوا الخطط واستراتيجيات الحقيقية لتطبيقها على أرض الواقع. نعم، أشار سماحة الشيخ عمر حمود بالأمس عن هذه القضية. مسؤولية المرشحين الآن مسؤولية ثقيلة، يريدوا أن يغيروا أفكار السابق، البرامج السابقة، الرؤية السابقة، يجب أن يضعوا رؤية جديدة، يجب أن يضعوا برنامج جديد بوصفه برنامج يتزامن مع وضع المرحلة. وضع المرحلة يتطلب حقيقة منا الكثير. أنا أقول لنا رؤيتك دكتور، رؤيتك شخصيا. كونك أنت مرشح ومرشح رقم واحد في محافظة الناصرية لتحالف أبشر يا عراق، فريد نسمع رؤيتك. أنت رؤيتي كمرشح وكرئيس قائمة أبشر يا عراق في ذي قار، حقيقة في ضوء اتصالاتي مع الأخوة المرشحين، علينا أن نعي خطورة المرحلة، علينا أن نعي خطورة الواقع الذي نعيشه. لذلك على كل مرشح أن يضع رؤية جديدة مسبقا قبل الانتخابات، إن فاز وإن لم يفز. حقيقة على كل مرشح أن يضع رؤية وأن يطرحها، وحيث لكي تكون عامل المساعدة له في تجواله بين الناس، لأن الناس وعت هذا الأمر. عندما يجلس المرشح يسألونه ما هو البرنامج المستقبلي لك كمرشح، فيعطيهم البرنامج. الناس حقيقة أصبحت لديها ثقافة انتخابية جديدة، أصبحت لديها رؤية جديدة، تعلمت الكثير من الدورات السابقة. فلذلك المجتمع الآن مجتمع اعتبره مجتمع مثقف انتخابيا، فلا يفوته شيء إطلاقا. جيد، وإن شاء الله نحقق أمانيهم بإذن الله تعالى. وقائمة أبشر يا عراق في ذي قار بهذا الكوكتيل الجميل، القائمة التي كسرت حاجز الطائفية، حاجز الفئوية، حاجز الحزبية، فيها من الأخوة السنة وفيها من المسيح، فهي عبارة عن كوكتيل. وإن شاء الله هذه القائمة تكون قائمة مشرفة لكل من وضعها ولكل من اختارها إن شاء الله. نقاط مهمة ومعالجات أهم، بالتالي نتمنى التوفيق لهذا التحالف، تحالف أبشر يا عراق، وننتظر نتائج مغايرة لمجالس المحافظات وعمل مجالس المحافظات. مثل ما نعرف عندنا ثلاث تجارب سابقة بعام 2005 و2009 و2013، وهذه التجربة الرابعة، نتمنى أن تكون معالجات لكل النقاط المشخصة. وحتى كلمة سماحة الشيخ يوم أمس وضع نقاط مهمة وتشخيصات لمعالجة هذه الأمور، أمثال الفساد ومتابعة عمل الدوائر وتوفير الخدمات. أنا أشكر ضيوفي كل من الأستاذ نزار السلطان مرشح
تحالف أبشر يا عراق عن محافظة بغداد. وكذلك أشكر الدكتور علي الدفاعي المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. شكرا. ودكتور محمد إدريس الحسيناوي مرشح عن تحالف أبشر يا عراق عن محافظة ذي قار. شكرا لكم ضيوفنا الأكارم، وشكرا لمشاهدينا على طيب المتابعة. نلتقيكم تغطيات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.